صباح الخير لكل مشاهدينا. اخبار عن عم نحكي اليوم شوي عن لابتوبس، هاللابتوبس اللي تقدمت بهالتكنولوجيا. اكيد مع سرعه التقدم بالتكنولوجيا صار في كثير امور جديده، ومن بيناتهم هاللابتوبس اللي بوقت من الاوقات اول ما بلشوا اكيد كانوا كثير سماك كبار فيهم وزن، والمشكله سئيل واحد كان يحملهم بسهولة، بينما مع الوقت صاروا عم يتطوروا، عم يصغر حجمهم، عم بيصيروا أرق، وهذه القصة صار فيها كومبيتيشن كتير كبيرة. نعرف أنه ماك هني من أول الناس اللي عملوا اللابتوب ثن، very thin laptops، وصل بالتحديد 13 ميلي، 13 مليمتر هي سميكة لابتوب عند ماك، بينما صار الكومبيتيشن عم بتزيد. اتش بي بسبكتر نزلت ل 10 مليمتر، وهلا عم نشوف انه كمان ايسس فات على الكومبيتيشن، بس ايسس ان بتوين بين ماك وسبكتر، يعني عم نحكي يعني لقط الاثنين الأشياء المنيحة من الاثنين، ولا كيف الحجم تبعه ما قدر ينزل تحت العشرة، عملوا 11.9 مليمتر السماكة. أنا بس بدي أقول فادي إنه دائما عن جد يعني قد ما يكون في تكنولوجيا بالتابلت وبالتليفون ما عم نقدر نتخلى نهائيا عن اللابتوب. عم نشوفه هون exactly. رح نشوف هون إنه كمان هو بثلاث ألوان، سيلفر بلاك أند روز جولد، حلوين كتير exactly. والحلو اللي نشغل عليه كمان إذا عم نحكي هون الشيب، عم نشغل على السكرين كتير. شوف السكرين إنه بطل عندك كتير مجال أسود فوق وتحت، والجوانب خفت، يعني الريشو بين سكرين وحجمه 85%، واللي هي كلها سكرين مع ريزولوشن كتير عالية. هاي ريزولوشن أكيد كتير مهمة بالوقت عم تحضري أفلام، عم تشوفي صور، بتحسي بالفرق غير انه كوني حتى يعني حتى بالكتابه بنحس انه في فرق فادي، بتكون اوضح 100%. وبس هي عم نشوف كمان الالوان، يعني لك صور وفيديوز عم بتشوفي الوان مختلفه، هون بتبين لك قديش مضبوط هي فيها كومبيتيشن مع الريتينا اللي على موجوده على ماك بوك. يعني هون بس بعد ما اكدوا شو قديش الكومبيتيشن قويه، ما عرفوا الفرق بالتحديد بعد. هلا صور رح يرجعوا يخبرونا عنه، بس فينا نقول الافانتاج الكبير اللي عندهم اياه بايسس على ماك بوك بقصه فينا نقول هالسوفت وير هالبروسيسور الموجودين او هالسرعه بالرامات، لانه ماك بوك بس هيك رح اقراهم، لانه في عندنا كثير تفاصيل، عندنا تفاصيل وعندنا كثير ارقام. ماك بوك هو الماكسيموم عنده هو 1.3 جيجا هرتز الام 7 بروسيسور، هونيك عندنا الاي 7 قريبين من بعضهم، بس الرام ماك بوك 8 جيجا بايت، هونيك 16 اللي هي دبل يعني سرعه اكثر، والاس اس دي اللي عم نحكي هو مش هارد ديسك، هو سوليد ستيت يعني الميموري تبعه فينا نقول ماك بوك 512 جيجا بايت، بينما هونيك صار 1 تيرا. سو تقدم عليه بهدول الامور مع رفيع خفيف، وزنه حوالي 910 جرامات، يو اس بي كذا، يو اس بي وحده، اليو اس بي سي دي سي، ما بقى فيها هدول الامور كلها، حتى يو اس بي وحده مثل الماك كمان استغنوا عن كثير يو اس بي سي. هل يو اس بي سي فيك شو يعني؟ اتس ا ديفرنت، هي مثل اليو اس بي عادي بس عندها شيء زياده، بس لحتى تقدري تو كونكت اذا بدك مور ايتمز عندك هيدي الديفايس، هيدي بتحطيها باليو اس بي بالبورت تبع اليو اس بي، ومنها فيك تاخذي في جي اي اتش دي ام اي يو اس بي زياده هيدفون وات ايفر، كل هدول الامور. سينو في وحده بس، في وحده وهي هي الوحده اللي بتاخذي كل المعلومات منها، حتى يعني لحتى تشارجي، لحتى تنقلي من فينا نقول داتا من والى يو اس بي عادي، كل هدول الامور كمان لازم تستعمليها، ما في عندي غير بورت وحده بس، انه لانه بالايباد ما فينا، بالايباد ما فينا 100%. منشان هيك هيدي شغله من اهم الاشياء بفتكر يلي ناقصتنا بالتابلت. صحيح صحيح، مع انه في تابلت صار فيهم، بس بعضهم ماك بفضلوا، ما بعرف ليه الابل ما بيستعمل يو اس بي بالتابلت تبعه. مزبوط. هلا صار في عندك ادابترز فيك
برشي شوي يعني مزبوط بس بمحل غير طرق يعني بتحس فادي وشوي معقد أكتر ما بعرف يمكن شوي ما تعودنا بكل صح بساطة صح وشوي معقدة أكتر مثل ما أنت قلتي بس كمان بعد بدي أذكر إنه السكرين الأنجل تبع السكرين يعني إذا هي الأنجل تبعها كتير واسع من 178 degrees يعني حيلا محل انت قاعد فيك تشوفي بكل وضوح السكرين تبعه والاسعار بين ال1000 وال2000 دولار ديبندز يعني مثل اي مثل حيلا لابتوب مزبوط وانت بتقرري على البروسيسور وعلى الكاباسيتي تبع الميموري تبعه خلينا ننتقل على فكره كثير حبيتها نيدرلاند هي موجوده بكل يوروب عم نحكي عن التوربين اللي بالويند ميل اللي هن بيوفروا تستعمل طاقة هن بيخزنوا بالأحرى طاقة بواسطة الهواء بنخزنهم وبنرجع بنقدر نستعملهم وهون فينا نقول إنه نيدرلاند هي من هالمشروع بالتحديد هو تاني أكبر مشروع بالعالم من بعد من بعد بريطانيا فعم نحكي هون على 68 كيلومتر مربع في 150 توربين هال 150 توربين قادرين يأمنوا طاقة بالسنة عم نحكي بالسنة 2.6 تيرا وات يعني بتعرفي مش ميجا وات مش جيجا وات تيرا وات بس لشو عم يستخدموا فادي إجمالا هالطاقة لشو عم تستخدم بالوقت الحاضر بيخزنوها هلا بلشوا فيها بتتخزن بسب ستيشنز موجودين بالبحر بيروحوا على ستيشن على على اليابسة في طول شي 120 كيلومتر وهونيك بتتوزع على البيوت فيها فيها تأمن لمليون ونص بيت طاقة بكل بساطة هيك هي الفكرة كتير مهمة بالتحديد لأنه رح قلك قدي بتوفر تلوث بالجو هي هيدي أهم شغلة بتعرف الانبعاثات اللي هي CO2 اللي بتضر حتى طبقة الأوزون عم بتوفر 1.25 مليون طن بالسنة واللي هي يعني نسبة كتير كبيرة بفتكر صرنا بحاجة لهيك أمور فادي بشكل طارئ مش بشكل طبيعي لأنه اللي عم بيصير من وراء التلوث واللي عم صحيح. بيصير من وراء إن كان الجو ولا الأرض ولا أي نوع من التلوث صار شيء خطير جدا على الإنسان بالمئة. يعني so, هيدي هي واحدة من الأفكار اللي عم بتساعد بالوقت الحاضر لحتى نخفف من نسبة التلوث وتساعد أنه نولي الطاقة بواسطة الهواء بالتحديد هي محطوطة بمنطقة ببحر الشمال منطقة على طول فيها هواء ما بيوقف وسرعة الهواء هون تقريبا حوالي 36 كيلومتر بالساعة فادي سو يعني كلهم موجودين بالبحر على 68 كيلومتر مربع هيدي الفكرة كتير مهمة لتوليد الطاقة وبذات الوقت لحتى نوفر من الانبعاثات والتلوث إذا رحنا لتالت خبرية تالت خبرية مهضومة نحن عادة على طول بنكون بمطارح مزعجين من الأصوات أكثر شيء يمكن بالطيارة في كتير ديفايسز فينا نحطهم as earpiece أو headphones أو whatever لحتى نخفف أيوة نخفف شوي بس بذات الوقت بدنا نضل عم نسمع شو عم بيصير حوالينا الحلو بهذه الفكرة إنه بكل بساطة بتخليها بدينتك بس أنت بتعلي وبتوطي قد ما بدك عنده أربعة ليفل من قلب الديني أحذر دغري اللي حسيت لشو أكثر شيء مفيدة هون بفتكر للنايت كلابس روعة. لانه بتضل تسمع الناس شو عم بيقولوا لك بس والميوزيك بس بشكل انه ما يؤذي الدينه صحيح لانه عن جد فيها أذى ما هو اللي هالاربع ليفل كل ليفل عنده شيء بالتحديد اول ليفل هي لحتى بتسمعي كل شيء طبيعي ثاني ليفل بتقطعي كل شيء السيتي نويز حواليك كل هالضجه ثالث ليفل بتوطي الميوزيك ورابع ليفل ما بقى بتسمعي الا الاصوات اللي كثير عاليه فهيدي الديفايس رح تنزل بالأسواق قريبا هديناها لجهاز نوبس اسمها ثانك يو لك فادي لهالمعلومات نحن رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع مع اوتوفوكس